صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة يوم جديد ويوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل. النهاردة الجو لا هو حر ولا هو ايه ساعة ولا هو قرف، يعني هو حلو معقول. النهاردة حلقة جديدة وموضوع جديد، واهم حاجة تخلي بالك من صحابك. موضوع حلقة النهاردة الصحاب، انواع زي العربيات بالظبط. حلقه كويسه، خليك معايا وان شاء الله حلقه هتبقى ايه ممتعه ان شاء الله. انصحكم ان انتوا تتفرجوا عليها، هتفيدكم كتير قوي وهتعرف صحابك مين فيهم. في اخر الفلوج برضو هسيب لكم ارائكم تقولوها، وخليك معايا وصباحكم ورد وعسل. معانا اول صاحب، الصاحب البالونه. خلي بالك من الصاحب البالونه ده قوي، لان الصاحب ده في كل مكان بتروحه عاوز ياكل، همه على بطنه. الصاحب ده موجود كتير قوي بينا، نخلي بالنا من الصاحب ده بالذات، لان ممكن انت حضرتك لو غمضت عينك لحظه ممكن ياكلك يفترسك. صاحب النكدي، وده منتشر كتير قوي في اوساطنا العربيه. عزيز المواطن العربي، تخلي بالك من الصاحب النكدي، دايما مبوز ودايما تلاقيه شكاي، ودايما تلاقيه حزين، ودايما تلاقيه مهموم. فنخلي بالنا قوي من صاحب النكد ده، عشان ده منتشر كتير جدا خصوصا في الوسط بتاعنا، الوسط العربي. صاحب الخبيث، نخلي بالنا برضو منه، لانه ده دايما بيعمل كل حاجة تخص حياته في صمت. يروح شغل جديد في صمت، يروح يقابل واحدة صاحبته في صمت، كل حاجة بيعملها في صمت، ولما تيجي تسأله كنت فين يقول لك كنت نايم. الصاحب المحبط، اللي لو رايح تتجوز يقول لك لا 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 العروسة دي وحشة، رايح شغل جديد لا 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 ده مش مستواك، رايح مكان جديد هتشتري شقة، هتشتري عمارة، هتشتري بيت، هتشتري أرض، مسافر، رايح الأدغال، لا 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 لا, لا. خلي بالك منه قوي الصاحب ده المحبط، هي دايما هيقاسك ودايما هيعمل لك احباط في حياتك، خلي بالك منه كتير جدا، وخصوصا العيال دول. الصاحب اللي بعد كده بقى صاحب المصلحه، اللي هو انه بقى اللي هو لو عاوز منك حاجه تخصه هو يروح مديك مسد كول عشان انت تكلمه. ده تخلي بالك منه، لان ده بتاع مصلحته في كل حاجه، في شغل بتاع مصلحته، اناني في الشارع هتلاقيه بتاع مصلحته، في فسحة هتلاقيه بتاع مصلحته، يبدي نفسه عنك وعن اي حد. تخلي بالك من الصاحب ده قوي، لان الصاحب ده مش حلو. الصاحب بقى الفرفوش العسلية، اللي راشق معاك في اي موضوع واي ضحكة واي هزارة واي اشتغالة. تخلي بالك منه، ده 10 على 10 في ايامنا السودة دي. خلي بالك منه الصاحب العسلية الفرفوش. الصاحب بقى اللي بيعها، وده اخطر واحد في المجموعة. ليه؟ ده ممكن يدبسك في مشوار وموضوع يضيعك فيه. ده بياع، وساعة الجد ما تلاقيهوش. الصاحب ده تخلي بالك منه قوي قوي قوي. اما بقى الصاحب الفلسان دايما، اللي جاي دايما حاطط في جيبه سيجارة واحدة، ودايما حاطط في جيبه جوز جنيهات حق كوباية الشاي، ده الصاحب ده تخلي بالك منه قوي، وتحاول تنظفه من حياتك. الصاحب ده هيرمي بلاء عليك في كل حاجة، هيستلف منك فلوس مش هيرجعها، هيستلف منك بنطلون، هيستلف منك تيشيرت زي اللي أنا لسه شاريه النهاردة ومش هيرجعه. الحاجات دي كلها تخلي بالك منها، عشان ده باراشوت راشق في أي حاجة واقع من 18. أنا بسميه صاحب السنكوح، تخلي بالك منه قوي قوي قوي. صاحب السنكوح الجدع، اللي راشق معاك في كل حاجة وفي كل حاجة ومناسبة ليك تخصك وتهمك، وده من أنضف وأجدع الصحاب اللي انت ممكن تعاشرهم. تخلي بالك منه قوي ده، ودايما تدعمه، لان ده صاحب جدع وصاحب صاحبه مهم قوي، تخلي بالك معاه. صاحب ندل، لو دخلته بيتك يبص على أهل بيتك، لو دخلته مكان ما يشرفكش، لو رحت بيه فرح يفضحك، لو رحت بيه ميت يفضحك، ما يشرفكش في اي مكان. تخلي بالك منه قوي ده، ويا ريت ما تعرفوش، لان الناس دي بصراحه لازم تغربلها من حياتك. خلي دايما صحابك ليهم غربال دايما. خلي بالك كمان من صاحبك الجدع،
اللي حسب ظروفه بيبقى جدع معاك، ده ملوش مرتجع وصاحب جدع. بس احيانا الظروف بتبقى مش مسامحة معاه، بس هو جدع من جواه، خلي بالك منه. الصاحب الجدع هو اللي يتصاحب. صاحب بقى ابو العريف اللي عارف كل حاجة، تقول له عارف المفاعل كذا يقول لك ده انا اللي بنيته، عارف مش عارف المدينة كذا يوه ده من ساعة ما اتبنت، اول ما اتبنت اول واحد عمل فيها رحلة العبد لله. ابو العريف ده بقى ده بطنك هتوجعك منه باستمرار. في بقى صاحب بقى تدي له ميعاد النهارده يجي لك بعد بكره، وده من الصحاب اللي مش كويسين، اللي ما بيلتزموش بمواعيدهم. واهم حاجه في الصحاب ان انت تلتزم بمواعيدك، تخلي بالك من الحكايه دي، لان الحكايه دي مهمه جدا جدا جدا. ان انت تصاحب واحد لما تدي له ميعاد يجي لك في الميعاد، مش قبل الميعاد ولا بعد الميعاد، ولكن ما يلتعكش في الشارع ساعه على ما يجي لك، ولما تتصل بيه ده انا راكب العربيه، ده انا راكب الاوتوبيس، ده انا راكب المترو، 5 دقايق واكون عندك. الكلام ده كله تخلي بالك من الصاحب ده قوي. صاحب بقى دايما يحمسك، دايما يدفعك للامام، دايما يخليك في عمل الخير تعمله، دايما ينبهك، دايما يوصل لك العلم بتاعه، وده من الصحاب الكويسين جدا. يا ريت كلنا نبقى ايه من النوعيه دي، ان احنا نفيد اصدقائنا بعلمنا بكل حاجه اتعلمناها، ندفع اصدقائنا للامام. ودي حاجات مهمه جدا لازم نعرفها ونفهمها عن الاصدقاء. الصحوبيه والصداقه يا جماعه مش كده، لا، لازم نفيد بعض. وتخلي بالك من الصاحب الشخشيخه اللي مراته بتوديه وبتجيبه، تخلي بالك منه، ده اللي هو مش صاحب كلمه ولا صاحب رأي، يعني بتقعد معاه تقعد معاه ساعتين ثلاثة أربعة 10، تخرج من القعدة هوا ما استفدتش أي حاجة. دايما نخلي بالنا من الحاجات دي يا جماعة، ونصاحب الناس اللي تفيدنا دايما، بلاش أصحاب الشخشيخة. أما بقى الصاحب أبو زلومة اللي حشر مناخيره زي زلومة الفيل في حياتك، ده تخلي بالك منه جدا وتحاول إن أنت تبعد عنه. عاوز يعرف عنك كل حاجة، أكلت إيه، شربت إيه، اتجوزت فين، مراتك بتاكل ايه، بتلبس ايه، بتشتري ايه، الكلام ده كله نخلي بالنا منه قوي. صاحب ابو مناخير زي زلومة الفيل، وده مكروه جدا هنا في اوكرانيا، لان الناس دايما ما بتحبش ان هي تحشر مناخيرها اللي زي زلومة الفيل في حياة غيرها. بتشتغل بكام، شغال فين، عامل ايه، الكلام ده كله نخلي بالنا منه، والصحاب دول حاول تبعد عنه. الصاحب بقى الخطير من وجهة نظري اللي لو شافك في نعمة او شاف عليك حاجة جديدة يحاول يفضحك، يحاول يعرف الناس بطريق غير مباشر النعمة اللي وصلت لها دي ازاي، جيت منين، رحت منين. نخلي بالنا من الصاحب ده، وكتير قوي جدا جدا في حياتنا، ودول من الاصدقاء اللي انا ما بحبهمش. واحد يقابل اخوك مش فلان اخوك عمل كذا كذا كذا، يقابل ابنك ابوك عمل كذا كذا كذا، يقابل خالتك، يقابل، المهم ان عاوز يعمل لك اي فورتينه وخلاص، وفي الاخر يقول لك ايه، اصل انا بسال على رقم التليفون. ده من الصحاب اللي دايما نخلي بالنا منها، اللي بيحب دايما يرد ويعجن كتير، نخلي بالنا قوي من الصاحب دوت. الصاحب بقى النمام ده مشكلته كبيرة جدا، نخلي بالنا من الصاحب ده بالذات، لان الصاحب ده بيجيب سيرة كل الناس بما فيهم حضرتك. تقعد معاه النهاردة يجيب لك سيرة فلان وعلان وترتان، ولما تمشي حضرتك تخش بدل علان او ترتان. فنخلي بالنا من صاحب النمام اللي بيجيب سيرة الناس. صاحب بقى الزفر، ابو لسان زفر، اللي دايما يشتم، دايما يسب الدين، دايما يغلط في الناس، دايما لسانه بيقول كلام قذر، ده بالذات كمان يا جماعة نحاول ان احنا نبتعد عن الناس دي، لان ده هيرجعك لورا، هيعلمك عادات وتقاليد سيئة جدا، او هيعلمك اشياء سيئة. فنخلي بالنا الصاحب ده مش محبوب ولا مرغوب، اللي هو لسانه زفر، بيئة من الاخر. صاحب بقى الحقود اللي دايما حاقد عليك، تخلي بالك منه قوي، ده مش كويس. صاحب الخبيث تخلي بالك منه، ده مش كويس. صاحب البالونة اللي عاوز ياكل على طول، تخلي بالك منه. صاحب المفلس،
خلي بالك منه. فلس يا عم، انا مفلس زيك. الاصحاب دول يا جماعه اللي هو عاوز يرميك في مصيبه، الكلام ده كله خلي بالك منه، خلي بالك من الحاجات دي كتير جدا بنصحك. اما بقى الصاحب ابو سجاره عاوزك يمشي معاك عشان تمشي انت وهو تعملوا اسمه، تشتروا حته حشيش، تشتروا شويه بانجو، تشربوا لكم ازازتين بيره، الصاحب ده هيرجعك لورا. المشوار ده والحاجات دي يا جماعه ملهاش اي ستين لازمه، خصوصا للشباب. حاول تبعد عن السجاير، حاول تبعد عن السجاير طبعا الملفوفه، انا بتكلم الحاجات دي، الخمور، الكلام ده كله نصيحه، ابعد عن الحاجات دي، وابعد عن الاشخاص اللي بيمشوا في المشوار دول مدمنين. فنخلي بالنا من اصحاب دول قوي، ما نحاولش ان احنا نتعمق معاهم في اي صداقات. خلي اصحابك ايه اللي هم الوحشين دول من على القشره، نصيحه اخويه، ما تنساش النصايح دي. اما بقى اصحاب العمل اللي هم الزمايل، تحاول تخلي علاقتك بالناس كويسه، ما تحاولش تكره نفس حد فيك. زمايلك في العمل هتلاقي طباع، وهتلاقي شخصيات مختلفه، وهتلاقي كبير وصغير، فتحاول ان انت تبقى على خط واحد مع الجميع، ما تزعلش حد منك. اصحاب العمل دول اهم حاجه ان تكون علاقتك بيهم، سواء وحشين او حلوين، ده عملك مش هيتغيره، وهو عملهم مش هيغيروه. فتخلي بالك من الموضوع دون، وتحاول ان انت تبقى علاقتك كويسه معاهم. ونخلي بالنا دايما، الصحاب ممكن تدبسني في اغتصاب، ممكن تدبسني في سرقه، ممكن تدبسني في قتل، ممكن تدبسني في جرائم كتيره جدا، نخلي بالنا منها. الصحاب يا ترجعك لورا يا تقدمك لقدام، خلي بالك من الحكايه دي كتير، وتنقي اصحابك، وخصوصا الصحاب اللي انا اتكلمت عنهم في الاول. المرء على دين خليله فلينظر احدكم الى من يخالل. خلي بالك من الحديث ده، دي حاجه مهمه جدا. تخلي بالك من الصحاب اللي انت بتصاحبها، اللي بتمشي معاها. صاحب السوء بيوديك الجحيم، صاحب الكويس دايما بيدفعك للامام. خلي بالك من الحكايه دي. عزيز المشاهد، صباحك ورد وعسل. يا رب حلقه النهارده تكون عجبتك. ما تنساش دعم القناه، ما تنساش اللايك، ما تنساش تقول لي رايك، دايما رايك بيهمني. ما تنساش سبسكرايب وتفعل الجرس، دي مهمه جدا جدا جدا. عزيز المشاهد، صباحك ورد وعسل. اتمنى حضراتكم تقولوا لي مين صاحبك في دول. اتمنى ان لو صحابك من النوعيات دي تغير الوحش وتخلي الكويس. دايما تخلي صحابك قليلين، غير الجيران وغير الزمايل. خلي دايما علاقتك مع الناس كلها علاقه كويسه، ولكن ليك اصدقاء واحد اتنين تلاته يتعدوا على الصوابع، هتفتح معاهم دايما، معاك اسرارهم. ما تقولش سرك لحد نصيحه، خلي سرك دايما مع نفسك. الحاجات دي كلها تهتم بيها، الحاجات المهمه جدا اللي بركز عليها، لان الناس لما بتعرف سرك دايما بتكسرك، وبتبقى انت نقطه ضعف ايه بالنسبه لك. دي حلقتنا النهارده، واتمنى حلقه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش تقولوا لي مين صاحبك في دول. صباحكم ورد وعسل، بحبكم، سلام.